عندنا؟ حلو، الآن في فقرة الأخبار، حنشوف إيش السوالف اللي عندنا اليوم عشان نبدأ نشوف إيش الصح من الغلط، إيش نتعلم، إيش نسوي، إيش نحطه على جنب، وإيش كيف ننفض أذانينا. قولي يا لميا. بداية راح أبدأ معاكم بأول الأخبار، وفي مقولة دايما بنسمعها يقولوا عنها أهالينا من زمان، الرجال بدون كرش ما يسوى قرش. خير يا لميا. فما أعرف هل هذا الشيء صحيح ولا لا، ولكن خير. اليوم أنا راح أقول لكم عن السبب العلمي وراء تكوين الكروش. اوكي ما شوف، بس انا اقول لك قبل ما تبداي، قبل ما تقول تكوين وصح ولا غلط، ثلاث ارباع اللي هنا حيزعلوا منك. أيه. لا بالعكس، انا قلت الرجال بدون كرش ما يسوى قرش. انا بقول يعني قلتها في البدايه. أيه. انا ضد الدايت والعضلات والباي وتراي والسكس باك. نو نو نو، خليكم بكروش افضل. عموما فسر الدكتور فهد الخضيري عالم الابحاث المتخصص في المسرطنات الاسباب العلميه وراء تكوين الكرش، وقال انه الخمل والكسل لاكثر من 48 ساعه تسبب ضمور بالعضلات، لان الجسم سيعتقد انك لا تستفيد منها ويبدا في تكوين هذا الكرش. ونصح ايضا وقال لابد من القيام باي نشاط يومي، اي شيء تبى تسويه في حياتك، مو لازم تروح الجيم، امشي، هرول، شيل اغراض، انزل درج واطلع من الدرج، سوي اي رياضه ممكن انها تكسر هذا الكسل والخمول، ولازم انه لا تقل او مده كل 24 ساعه بما تستطيع. وطبعا زي ما ذكرت لكم ممكن تمشوا، ممكن تشيلوا اشياء، تطلعوا اشياء، تنظفوا البيت مع اهاليكم، ممكن تسووا اي حلو. حاجه عندكم خيارات يعني متعدده. تقصد يا لميا حافظ على كرشك ولكن حركها، لا تقعدها. هذا اللي تقصدي يعني؟ لا تخلي كرش قاعده زي ما هي. لا لا لا، الدكتور فسر السبب العلمي لتكوين الكروش. حلو. اوكي، بس انا اقول الرجال بدون كرش ما يسوى قرش. حلو، حافظ على كرشك يعني، ولكن دلع كرشك، حركها عشان لا هذا. اوكي، حنتكلم الان على سالفه الميراث، ودائما نسمع عن قصص شباب وبنات او ناس من في العالم كله بيرثوا مبالغ طائله وكبيره جدا. بس عمرنا ما سمعنا عن، الله ما طولك اروح، اتمنيت انك تكون في مكان هذا القطر. لا والله، الله يقول الحمد لله مبسوط واموري طيبه ولا حد شايل في قلبه. قط ايطالي محظوظ يرث 30,000 يورو. واو. هذا اللي حصل، واللي ذكرته موقع واللي ذكره عفوا موقع لا ستامبا، اللي قال انه القط هذا محظوظ جدا بيدعى جيري، ورث 30,000 يورو عن صاحبته اللي كانت تملكه واللي كانت تحبه بشكل مبالغ. واكدت صاحبه هذا القط انه الحيوان هو الاهم في حياتها، وكتبت في وصيتها انه في حال مرض القط على عائلتها الا تبخل بالنقود من اجل علاجه، وحتى ان اضطرت ان تبيع التحف والمجوهرات، اهم حاجه القط جيري. انا ماني مستغربه تصدق من هذا الخبر ابدا، لانه حقيقي قد سمعت بهذه الاشياء كثير، وتصير كثير بين العائلات انه مو بس القط، ايضا الكلاب يكتبوا لهم ميراث. تعرفي حاله عائلتها النفسيه كيف ممكن تصير؟ ممكن يغتالوا القط هذا، صح؟ ينحروه باي طريقه، ما اعرف يعني. وعد ما في لا محاكم ولا قضايا ولا اي حاجه، راح ياخذوا الميراث وكذا. الكلب اللي يعني الله يكرمكم هو اللي يجري وراي يشوف يردها يرميها. بما انك جبت طاري الكلب، تحديدا خبري راح يكون عن كلب، ولكن هذا الكلب الفريد من نوعه يطارد تمساح ضخم ويجبره على العوده الى مكانه، طبعا العوده الى النهر. ارجع هنا. وثق مصور فيديو كان يزور جزيرة معزولة مع عائلته في الإقليم الشمالي بأستراليا، وطبعا غيرت كلبه عندما استدعى صاحب المكان تمساح يدعى كيسي من المياه، حيث بدأ الكلب يطارد تمساح طوله نحو 3.5 أمتار ويجبره على العودة إلى النهر وسط دهشة الحضور. يعني صاحب الكلب كان قاعد يمزح مع التمساح، التمساح اسمه كيسي، اوكي؟ فالكلب جته الغيره، كيف يعني انت تمزح مع حد غيري؟ يعني انت المفروض تمزح وتلعب بس معايا. فراح طارده واجبره انه يرجع للنهر وما يروح لصاحب الكلب. يعني حقيقه انا ما احب الاخبار الا تحليلي للاخبار اليوميه. يعني انا حسيت انك ما عارفه الموضوع، بس تصدقي هذا يشفع لكثير من الناس اللي يعني كبشر يغاروا من يعني يغاروا على بعض.
احنا بنشوف طبعا المقطع الان. شوف ارجع هنا وتقشنا ثاني. بس هذا الامر يشفع لكثير من الناس اللي ممكن يقول لك يا اخي الغيره اوفر وشيء. يا اخي بشر يحسوا مشاعر واحاسيس، فطبيعي لانه يغاروا على بعض، فهذا شيء يعني لا، البشر يغاروا على بعض بس ما مستحيل يبينوا غيرتهم للاشخاص. مستحيل ممكن في ناس أوكي. لا حقيقه يعني بعض البشر اوكي يعني. يغاروا على اشخاص يحبوهم ويكونوا معاهم عيش وعشره وكل شيء، وبالنهايه مستحيل يظهروا مشاعرهم هذه الجياشه قدام الناس اللي يحبوهم، ولكن الحيوانات بتظهر هذه المشاعر. لكم أن تتخيلوا يا بشر. عموما إلى الطائرة اللي أنقذت شابين من الغرق، وهذه الطائرة من غير طيار، لكم أن تتخيلوا. خلينا نشوف هذا الفيديو مع بعض اللي استخدم فيه رجال الإنقاذ تكنولوجيا جديدة عند تلقيهم إشارة للمساعدة، حيث قامت طائرة الدرون بإلقاء معدات المساعدة للشابين، حيث تمكنا من الوصول إلى الشاطئ في حين كانت فرق الإسعاف في انتظارهم. يذكر أن الطائرة ألقت معدات الإنقاذ بعد 70 ثانية من إطلاقها. إيش الدقة هذه؟ بينما يستغرق رجال الإنقاذ 6 دقائق على أقل تقدير في هذا الأمر. واو، الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا هي المهيمن الآن في الساحة، في الساحة في العالم كله اكشلي، ما في ساحة معينة يعني. فبنشوف حاجات كثير والله، وبنرجع نراجع حساباتنا في استخدام التكنولوجيا. ايه مو بس كذا ترى، تصدق حتى التطبيقات، يعني انا ما الحق انزل تطبيق جديد واشوف تطبيق جديد الا تطلع بعد هذا التطبيق 10 تطبيقات جديده، وصرنا ما نعرف ايش نستخدم وايش نفضل وايش اللي نخليه معانا على طول وايش اللي راح نستفيد منه ويخدمنا اكثر ايضا. ولكن يعني مع كثره التطبيقات احيانا ما نلحق ونشوف التطبيقات الجديده والمناسبه واللي راح نستفيد منها اكثر في حياتنا، صح؟ طبعا هذا شيء مفروغ منه. في ناس ما اخر تطبيق استخدمته مره انبسطت عليه؟ لم ماني قادر اتذكر، بس هو تطبيق اعتقد تعلم اللغه هو اكثر حاجه قديم تراد. اكثر حاجه بس لا هو عمل، لانه كل مره بيعملوا ابديت، فعشان كذا انا اشوفه دائما. والجيمز، الجيمز ما في احسن منه، كل ما تطفش تطلع جيمز جديده. انت عارف انه في تطبيق يجيب لك مقاضي من البقاله؟ اخ انت عارف ان في تطبيق عندهم سباك وكهرباء؟ لمية صدفناهم خير، انا كنت معاك في الحلقه وانا اوكي. انا هذول مره فادوني في حياتي يمكن عشان هذول مره استفدت منهم في حياتي، ومستحيل حقيقي اغير هذه التطبيقات، او كل ما اغير جوال لازم اغير هذا التطبيق معاه. حلو، ف ذاتس واي. اي طبعا والله، احنا شوفي في الاخير عندنا يعني عندنا اوبشنز، ودائما عندنا الخيارات كيف ممكن يعني نستخدم هذه التكنولوجيا بشكل سليم او بشكل خاطئ. اهم حاجه يعني نفوكس.